كنا عاوزين ناخد من الكباتن سفونير ونتصور معاهم التصوير وينضلنا على الفلالين. امال فين الكاريزما اللي قلت لكم عليها؟ مش قلنا نبص لهم من فوق مزاريت هايتس؟ صح، بس معلش دي فرصه ما تجيش في العمر الا مره واحده بس. هي الله يرضى عليك. لا ما ينفعش تصوروا مع الكباتن. لا يا عم، لا اله الا الله يا عم، ما تسيب الراجل يتصور يا جدع. الصوره على فكره انت متنمر. انا متنمر وش؟ وش ما تعبانين ايش اهو. طيب خلاص، انا عايز اتصور اصور بس خفافي خفاف. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. هروح انا بقى اعمل الدرو الخيش، ما تقلقش يا كابتن. اتفضل يا حبيبي.